في لعبة كرة القدم. كيتنفذ الخطأ والحمودي وهدف، هدف تعادل لفائدة فريق حسنية أكادير. حسنية أكادير يعني كيف قلت صعيب صعيب على مستوى المرتدات المضادة، ومن خلال الخطأ يباغت فريق الجيش الملكي، ففرحة الجيش ما استمرتش كثير. فريق حسنية يسجل هدف تعادل بعد مرور 3 دقائق، وخطأ خطأ من الحارس حمزة حمودي، كان خطأ من الحارس لأن الضربة كانت مركزة للاعب مراد بتنا. وفي كرة القدم كيخص شوية المغامرة، في اللي لاحظنا أنا وياك بأنه المدافعين طلعوا باش يساندوا الكرة الثابتة، فهي عطات هدف وكان ضغط على الحارس وارتكب خطأ. بالمقابل كانوا اللعابة ديال